Anda. Eu acho. Oi. Na rua. Rua. السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ان شاء الله البنات كامل تكونوا بخير. الزول في لون ايستما، ان شاء الله فيديو تاعي تاع اليوم يلقاكم بخير وعلى خير. حبيباتي اللي دخلت معنا جديده، نقول لك مرحبا بك في القناه، واللي مازال ما اشتركتش في القناه تضغط على زر الاشتراك هكذا باش يوصلك كل جديدي ان شاء الله. اول شيء وقبل كل شيء رايحه نرحب بالمشتركات اللي دخلوا معنا جدد في اليومين هذو الاخرين. كاين مشتركات جوني من واحد القناه بزاف كبيره. نرحب بكم حبيباتي، ان شاء الله نتمنى تحبوا قناتي وتعجبكم وتكون على حسن ظنكم. حبيباتي كاين بزاف مشتركات اللي دخلوا معنا في 48 ولاية، وكاين من دائرة بجاية كما أقبو كما الأقصر كما سيدي عيش كما يعني بزاف اللي دخلوا لي من دائرة بجاية، وكاين برا تاع بجاية كما الطرف وبرج باريريج غيليزان تيبازا بومرداس. كاين هادو دخلوا لي جدد، نقول لكم مرحبا بكم حبيباتي، نتمنى القناة تنال رضاكم ونشكركم بزاف على تعليقاتكم الرائعة، ربي يخليكم ليا. كاين بزاف تعليقات إيجابية وتعليقات سلبية، ما من التعليقات السلبية رايحة نرحب بكم حبيباتي معليش. كاين تعليقات سلبية اللي نقدر نجوزهم معليش. المهم أنا نسامحكم، واللي ما نسامحوش كاين زوج ولا ثلاثة نساء ولا بنات اللي قالوا لي يعني سبوا يما الله يرحمها، يما ميتة يا ناس، يما ميتة وانتوما راكم تنوضوا في الميتين. هادو زوج ولا ثلاثة اللي سبوني على يما جامي نسمحهم لا الدنيا ولا أخرى، مي معليش ربي ينتقم منكم. هذا ما كان، هذا واش حبيت نقول، وينتقم اللي كان السبب باش جبتو يما في الموضوع. هذه هي بالنسبه اللي دخلوا معايا جداد، حبيت ندير لكم هذه الطمينه البنات، طمينه بزاف هايله ان شاء الله تعجبكم. هنا درت السميد ديالي حمصتو تحميصه بزاف شابه، يعني ما طمينا السر ديالها ما نحمصوهاش حتى تتحرق، نروحو غير بالعقل ونزيدو نحركو شويه بشويه حتى تتحمر معانا. من بعد درت هنا كميه تاع الزبده، ولا درتو كاس تاع الزبده نديرو كاس تاع العسل، يعني كيف انا درت عينيه ميزانيه تجيني بزاف هايله. انا موالفه ندير الطمينه، اللي تحب المقادير المضبوطه دير كاس زبده ذايبه ودير سميد تاعها قبل، من بعد تزيد الكاس تاع العسل وتزين كيما تحب. يعني كي نديرو الزبده قبل العسل رايحه الزبده تاعكم رايحه تشربها، يعني السميد ديالكم رايحه يشرب هذيك الزبده ما تخرج لكمش من الفوق. هذا هو سر الطمينه باش تجيكم طريه وتجيكم بزاف بنينه. هذه هي الطمينه تاعي، نهديها لكم كامل البنات، نهديها لكم كامل كيما راكم، سورتو المشتركات اللي دخلوا معنا جدد. نحبكم ربي يخليكم ليا ونشكركم بالبزاف. هذا اقل شيء نديرها لكم، لو كان جيتوا قراب ليا لو كان درت لكم كل وحده تبسيط. بصحتكم حبيباتي، ان شاء الله الفيديو تاع اليوم ينال رضاكم، ابقوا معنا. رايحه نديروا جوله في دار خويا ان شاء الله، صورت لكم مقتطفات كي رحت عند دار خويا. يعني هذا الروتين البنات روتين متنوع، كاين مقاطع تاع الفيديوهات كل واحد ونهارو ماشي في نهار واحد. هنا كي رحت لدار خويا ديت هاد البلاطو تاع الحلويات اللي سبق وشاركتها معكم، كاين حلويات اللي درتها معكم في القناه.
بالنسبة للمشتركات جدد راح تلقوا هادو الوصفات كامل في القناة. حضرت هاد البلاطو باش نديه معايا لدار خويا ونبارك على وليد خويا اللي جاب السيزيام، يعني حتى لدار كلها غالب، يعني كان شوية غطاء مي معليش. هنا البنات في دار خويا كما راكم تشوفوا، حطت مرت خويا الطبلة ما شاء الله عليها بزاف شابة وهيلة. من بعد يعني ما قصرنا كامل، دارت القهوة ودارت العصير، حطت كلش فوق الطبلة ودارت السفنج اللي مهم هنا. يعني في النجاحات احنا في بجاية كيكون نجاحات نديرو الخفاف ولا السفنج. حطت السفنج بمناسبة نجاح وليدها. كل شيء مبروك، العقوبية ان شاء الله، البيام والباك ان شاء الله حميد، وربي ينجحك في قرايتك العزيز ديالنا. هنا رحت انا وعجوزتي البنات، على فكرة انا وعجوزتي درنا قعدة بزاف هايلة. باركنا لخويا ومرت خويا على وليدهم. المهم شربنا قهوتنا بالسفنج الله الله كيما حبوا الخطر. كيما راكم تشوفوا شهيتكم البنات في الجنة. درت لكم غير المقتطفات، هذا الفيديو درتو يعني عنده 51 هكذا مقبل. بصح ما كتبش ربي باش نحطو، راني حطيتو وخلطت كلش مع بعض. وزدت صورت لكم العشاء اللي درتو في داري يعني انا ورجلي، وعرضنا عجوزتي وسلفتي. تعشوا معنا، ابقوا معنا البنات، تكملوا الفيديو للاخر. هنا البنات كما راكم تشوفوا راجلي راه يوجد في لي بروشيت هكذا باش يشويهم في الفحم، يعني راجلي دائما يحب يدير الفحم ويشوي. كما راكم تشوفوا هنا حضرت له الطوماطيش والفلفل الحار، رايحه يدير الطوماطيش والفلفل الحار مع اللحم. بالنسبه للحم تبلته البنات بالتتبيله بزاف بزاف بنينه، درت له الفلفل الكحل والملح وشويه لا موطارد، وزدت له توابل تاع الشاورما جاب لنا ولا اروع. هنا راه يركب في الفلفله الحاره اللي درتها، يعني اللي زرعتها في البو ديالي، يعني جات بزاف بنينه بشوى. وهنا راه يوجد في الفحم، يعني الطريقه كيفاش نشعلوا الفحم البنات، دار شويه ليسانس ولا تقدروا ديروا ليسانس كيما تقدروا ديروا شويه زيت لداخل الفحم ديالكم، من بعد ديروه بالشيشوار كيما راكم تشوفوا هكذا. رايحه تشعل بالخف، يعني بالخف رايحه تشعل معاكم يعني الفحم ديالكم، من بعد تشووا اللحم ديالكم بكل سهوله. شفتوا هنا البنات كيما راكم تشوفوا هنا راهي شاعله ما شاء الله عليها، يعني بالشيشوار رايحه يعني تشعلوها بالخف. اللي ما يعرفش يشعل يعني الفحم كل واحد كيفاه. المهم انا نعطي لكم يعني تجارب اللي نجربوهم احنا، ان شاء الله تستفادوا منهم حبيباتي. هنا من بعد ما شعل كما قلت لكم الفحم، رايحه يعني يشوي كامل اللحم اللي حضرناه، ودرت مع اللحم تاعي درت بطاطا مقليه ودرت لاصالاد ودرت الفلفل ودرت شويه رز. هنا يعني في يوم الثالث تاع العيد، هنا في يوم الثالث تاع العيد بقى لي شويه رز المفور اللي فورته معكم مع العصبان الكرش البجاوي. المهم بقى لي شويه حطيته. المهم عجوزتي وسلفتي ماشي برانيات، تعشينا مع بعض ودرنا قعده هايله هايله. داخلي صلابة شطة فلفل شنو هي بطاطا لوبان بسم الله عشت بضوطة دادي انظر كيف تعال ابي.
فلفلتني قصيحة خلاص ندير رضيطة ام دي سو ايما حكيمة ام نو يزدي هوات مزاق ماذا كنت فكرة انا شلاك شواس كن فلتنا يتفاض لي بوكيا شكرا شكرا دق شحال ويدا خلاف بنين ما تقص حد مليحة pour une fois pour une fois nous ici de la carjix fait ça non non ah هذا هو الروتين المتنوع خفيف ظريف البنات ان شاء الله ينال رضاكم حاجه خفيفه درت لكم غير مقتطفات هكذا واش درت كامل في اليوم الثاني وطلعت على الحيط المهم انا فرحت بكم بالبزاف حبيباتي اللي دخلوا معنا جدد مرحبا بكم معايا مره ثانيه ونشكركم بزاف 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 ما بقى لي غير نقول لكم ما تنسونيش في لايكاتكم تعليقاتكم الرائعة وبارتاجيو الفيديو مع احبابكم وصحابكم ولا عجبكم بيان سور وإلى الملتقى مع فيديوهات واحد أخرين إن شاء الله سلام.